نبدأ من محافظة الجيزة، ومعنا منها الصحفي علي حسن من محافظة الجيزة. علي، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير طارق. نعم علي، أرصد لنا الأجواء، من الأجواء الاحتفالية لصلوات العيد، وكيف احتفل المواطنون في محافظة الجيزة بأول أيام عيد الأضحى المبارك؟ نعم طارق، منذ أمس استعدت الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك بالتزين، وقام الشباب في معظم مناطق محافظة الجيزة بتزيين هذه الساحات بالبالونات وتجهيز هدايا للأطفال الصغار الذين يأتون مع ذويهم لصلاة عيد الأضحى المبارك. اليوم أقبل المصلين منذ صلاة الفجر إلى الساحات لأداء صلاة الفجر وصلاة عيد الأضحى المبارك بصفحة تعم الجميع، ورصدنا اليوم على وجوه معظم الناس غياب البسمة التي كان المصريون معتادون عليها من قبل في هذه المناسبات وفي المناسبات الأخرى. ربما يرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية والظروف التي تعيشها البلاد، الحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن المصري التي وقفت حائلا هذا العام بينه وبين أن يقوم بالشعيرة التي اعتاد عليها المصريون، وهي الأضحية أو ذبح الأضحية، بسبب الارتفاع الرهيب الذي لاحظناه في أسعار الأضاحي هذا العام، وعجز المواطن المصري على توفير أضحية يقوم بذبحها يوم العيد وإسعاد أهله وإسعاد الفقراء. لاحظنا أيضا اليوم وجود دور الإخوان المسلمين رغم قلة عددهم في الشوارع، ولكن ما زال دورهم بارزا في استقبال المصلين في الصباح، في إسعاد الأطفال بالهدايا، في محاولة مساعدة الناس وتيسير مظاهر الفرحة في العيد. طب علي، تحدثت عن الأوضاع الاقتصادية وأنها أثرت على المواطنين بشكل مباشر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذكرت مثال على ذلك وهو عزوف بعض المواطنين أو عدد كبير من المواطنين عن شراء الأضاحي ومن ثم نحرها في شعيرة معتاد عليها المسلمين طبعا في عيد الأضحى المبارك. بالنسبة للساحات المختلفة، بالنسبة لأماكن الترفيه التي يذهب أو التي تذهب إليها الأسر المختلفة بصحبة الأطفال، كيف أثرت الحالة الاقتصادية على هذه الأماكن؟ هل شهدت عزوفا مثلا من المواطنين؟ بالفعل طارق، الحالة الاقتصادية كان لها تأثير أيضا على ارتياد المواطنين لأماكن الترفيه وللحدائق العامة. معظم المواطنين اليوم ينظر إلى التكلفة التي سيتكلفها لأسرته عندما ينتقل من بيته إلى حديقة عامة ليقضي بها بعض الساعات لإسعاد الأطفال، سواء برسوم دخول هذه الحدائق أو بالانتقال بالمواصلات العامة. كذلك تصريح وزارة الزراعة برفع سعر تذكرة حدائق الحيوان إلى 25 جنيها في أيام عيد الأضحى، وهذا مكلف لكل أسرة مصرية، وبالتالي كان هناك عزوف، واقتصر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فقط على زيارات الأهل والأقارب، وكذلك تهنئة المواطنين لبعضهم البعض في ساحات الصلاة، ولم تشهد الحدائق العامة إقبالا شديدا اليوم كما كان معتادا من قبل. علي، بما أنك صحفي متابع في الشارع وتنقل لنا نبض الشارع، هل تحدثت مع المواطنين عن هذه الأجواء التي يعيشونها في هذه الأيام؟ ماذا قالوا لك عن ارتفاع الأسعار مثلا، عن عزوف المواطنين عن حدائق الحيوانات، ماذا قالوا لك؟ طارق، الملاحظ هذا العام والعام الذي قبله غياب البسمة على وجه المواطن المصري، حتى في الحديث عندما كنا نتحدث مع أي مواطن مصري ماذا يمثل لك العيد، الكل يجمع على أن هذا العيد والعيد الذي قبله والعيد التي قبله كلها مختلفة عن السابق. السابق كانت فرحة العيد منتظرة، الكل ينتظر العيد، الأحوال الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية وما يشهده الوطن اليوم من كوارث ونكبات، بل بالعكس كل خبر يذاع اليوم يؤثر على المواطن المصري، وبالتالي فرحة العيد غابت عن وجه المواطن المصري هذا العام عن الأعوام السابقة. نعم، طيب، هناك أكثر من 5000 ساحة بالقاهرة والمحافظات نظمت فيها صلاة العيد بشكل أساسي، ماذا عن تواجد الإخوان المسلمين في هذه الساحات؟ هل هناك إحصاء بعدد الساحات التي نظم فيها الإخوان الصلاة في محافظة الجيزة؟ بالفعل دور الإخوان المسلمين ما زال وسوف يظل في الشارع المصري. الإخوان المسلمين نظموا في محافظة الجيزة أكثر من 25 ساحة
كانوا مشرفين عليها، رغم أنه إشراف غير مباشر لتفادي الأمن ولتفادي التصادم مع الأمن والاعتقالات، ولكن كان لهم الدور البارز في التنظيم، الدور البارز في الأضحيات التي يتم تجميعها من أهل الخير وتوزيع الحماة على الفقراء، كان لهم أيضا هذا الدور وظهر جليا اليوم في توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء. وأكاد أجزم أن الإخوان المسلمين سيظلون في الشارع رغم كل ما يتعرضون له، ولكن هم لهم الدور الأكبر في هذه المناسبات. نعم، الصحفي علي حسن من محافظة الجيزة أطلعتنا على أجواء الاحتفالات في محافظتك، شكرا جزيلا لك.